ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. في ناس بقى كتير سالتني ايه اللي موجود في المقلمه بتاعتك. انا بقى في الفيديو ده هقول لكم ايه الموجود في المقلمه بتاعتي. بس قبل ما نبدا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا صحابي بقى اللي دخلوا المدرسه او لسه هيدخلوا اكتبوا لي في الكومنتات دخلتوا ولا هتدخلوا امتى. انا عن نفسي هدخل يوم التلات، فبقى طمنوني عليكم عشان انا حاسه ان هي سنه سعيده ان شاء الله. يلا بينا نبدا. اول حاجة بقى المقلمة. لو انتوا عايزين تعرفوا الحاجات دي بقى انا جايبها منين واسعارها ايه، في اللينك تحت هتلاقوا بقى الفيديو بتاع مشتريات المدرسة، هتلاقوا كل الحاجات دي باسعارها وجايبها منين. اول حاجة بقى المقلمة، افتحها معاكم. افتح منين دي؟ اهو مقلمة. طبعا احنا حشينها، هما حاطين كده فيها حشو اهي المقلمة. واحدة واحدة بقى كده ونشوف. انا طبعا عندي مقلمتين مقسماهم حاجتين. اول مقلمة دي بحط فيها، بص بقى الاقلام هنا، الاقلام دي كل الاقلام. طبعا مش باخد كل ده، بس يعني باخد من كل نوع حاجة. هاخد بقى من الاحمر واحد اهو، واحد كده نحطه بقى في المقلمة اهو، واحد احمر. ناخد من الازرق كده واحد، ومن الاسود واحد. مش بنكتر، ها، ما ناخدش كتير، على قدنا كده. وطبعا بقى في اقلام هنا شكلها حلو، طبعا مش هناخدها كلها، مش كلها، هناخد مثلا ده وواحد من الاسود، يعني ده ازرق وده اسود. هاخد واحد من الاسود، وهاخد القلم الجاف اللي بيتمسح عشان ساعات مثلا في الشتات لما بكتب وبتلخبط اروح ماسحه على طول. هاخد الماركر، هاخد القلم الاخضر ده برضو اساسي. هناخد القلم طبعا الكرافيت ده، هناخد بقى من القلم الرصاص واحد، حطهم بقى في المقلم اهو. هاخد طبعا الجلو والكوريكتور بقى الجاف، هاخده برده معاكم اللي هو بيتحط على طول. اهو بقى كده، وده بقى شكله بعد ما فتحته. طبعا ده احنا بنستخدمه علشان لو الحصه بقى ضيقه وكده، فلو غلطت ورا الميس على طول هروح عاملاه كده بسرعه واكتب عليه على طول من غير بقى ما ينشف وياخدش وقت خالص. طبعا انتوا واخدين بالكم بقى بالماتشنج بقى في الالوان. اخد البرايه، البرايه دي طبعا اساسيه، والبرايه دي باخدها للالوان بس لما بيبقى عندي حصه رسم باخدها. وطبعا مش كل يوم باخد الالوان دي علشان دي بتبقى في حصه الرسم، فباخد دول بس في حصه الرسم. انا هاخدهم بقى اول يوم عشان ايه، هاخدهم كده احتياطي يعني. طبعا احط دي كده، احط برضو البرايه دي والجومه طبعا مش هفتحها، ما فتحتش حاجه، افتح كله معاكم اهي. طبعا في بريكاسل على طول بجيبها. الدباسه مش هاخد كل الدبابيس دي، احنا هنفتحها كده اهو، هحط بس واحده والباقي هسيبه في البيت عشان مش هاخد كل ده معايا اهي. هي واحده بس كده هحطها اهو، هنبصها عشان هي صغنونه اهي بس كده. دي طبعا هحطها في المقلمه التانيه. الدبابيس بقى اللي هي الكلبسات السودا دي احنا مش بناخدها كلها، بس لما ساعات مثلا اول يوم بيدونا شيتات وكده فببقى عايزه اعملها بيها عشان لو ايه الدبابيس بتاعتها مش ماسكاها قوي، فباخد دول. هاخد اتنين بس اهو. مسطره، طبعا المسطره مش بتكفي فبحطها في الشنطه على طول عشان هي طويله. المسطره اهي، دي ماركه ديلي، نفس الماركه بتاعت البتاع طبعا. دي بقى بنحطها بره كده في الشنطه عشان هي طويله. ودي اللي هي الاشكال، بس
ساعات برضو بحتاجها كتير اللي انا بعمل اشكال بقى وكده. وطبعا ما تنسوش ان انا هعمل لكم فيديو بسطر الكراسات ازاي وهستخدم فيها دي وهستخدم كمان فيها الالوان دي وازاي بقى الاشكال اللي بعمل بيها الكراسه وكده عشان تبقى شكلها حلو. هعمل لكم فيديو استنوه. دي انا ساعات باخد منها الوان وساعات يعني ساعات باخدها كلها وساعات باخد الالوان الاساسيه اللي انا بستخدمها على طول. اهي الالوان دي دول اكتر الوان انا بستخدمها الجري دول الموف والبلو ده والبينك والتركواز واللي هو الفضي دول انا هحطهم في المقلمه دي. الهايلايتر انا هاخد الهايلايتر ده معايا برضو علشان ده لون مختلف. وطبعا الالوان دي انا يعني في ناس مثلا تقول لي انت ليه بتاخدي كل ده علشان احنا في يعني عندنا في الانجليش في الستوري احنا بنفضل نخطط وكده فتبقى الميس محتاجه اصلا الوان كده يعني المعلومه دي مثلا للحفظ نروح عاملينها بلون كذا كده فاحنا عشان كده بنستخدمهم كلهم. طبعا ناخدهم كده احطهم في المقلمه دي اهو. الاستيكرات انا جبت 3 تمام علشان انتوا عارفين التيكتس كان فيها من جنب يعني استيكرات فانا جبت دول بس. وانا هختار بقى معاكم شكل اختار الدوره عشان المكتب زيه ولا هختار المينيكور. طبعا مش هتدخل في المقلمه دي احنا بنحطها في الشنطه وطبعا بستخدمهم في تزيين الكراسات وكده. النوت دي تحتاجوها جدا في اول يوم بالذات اول يوم علشان اول يوم ده هما بقى بيطلبوا عايزين بقى الجلاد عايزين كام كراسه الحاجات دي لازم تكتبوها هنا عشان ما تنسوش وتجيبوا الكراسات بقى تاني يوم ايه زي ما هما قالوا. فطبعا دي احنا بنحتاجها ولو في معلومه مهمه ميس قالتها مهمه للحفظ لازم نكتبها بكتبها في النوت دي فطبعا باخدها معايا بس برضو بحطها في الشنطه من بره. الستيكي نوت بقى انا باخد الستيكي نوت دي اهي بتاعها اهي الالوان دي احطها برضو في المقلمه دي اهي. وفي برضو الستيكي نوت ديت اللي هي السهوم اهي اهي كلها اشكال عشان في ناس تحسبها اللي هي مش اشكال اهي. وطبعا يعني شبه المسطره كده من الجنب. انا بفكر بقى ان انا احط دول في المقلمه دي عشان هي كبيره يعني هحطهم هنا بره يخليها هنا بس كده المقلمه اهي اهي اول مقلمه خلصت. تاني بقى مقلمه اهي ادي تاني مقلمه. وبكده نكون خلصنا الفيديو ولو في اي حاجه انا نسيتها قولوا لي عشان ما اروحش المدرسه واتفاجئ ان انا نسيت حاجه واكتبوا لي طبعا في الكومنتات تحت. حط لكم بقى الفيديو بتاع المشتريات في اللينك تحت انزلوا اتفرجوا عليه عشان تعرفوا كل الانواع دي والاسعار وجايباها منين. باي باي.